السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في سلسلة اللقاءات التانية في ليفل 2 مع المعلمين الخبراء. إن شاء الله تكون السلسلة دي مفيدة وخفيفة على حضراتكم، وإحنا معاكم في أي استفسار أو أي سؤال بعد المحاضرة إن شاء الله. النهاردة أول محاضرات هنبدأ فيها على الـ Interactive Whiteboard. الانتراكتيف وايت بورد، السمارت بورد او بروميثيان او اي نوع من انواع السمارت بورد. انا هنا لما باجي اتكلم هاخد مثال، المثال دوت اللي هو السمارت. احنا عندنا انواع كتير جدا 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 من السبرات. في سبرات منها صيني، وفي سبرات منها سبرات قويه جدا زي السمارت والبروميثيان وحاجات كتير قوي، ودي بتبقى يعني في منطقة لوحدها. وبعد كده في سبرات صيني زي تكتاسي واي كيو وبي سي واي وحاجات كتير قوي قوي. طيب مهما يكون نوع البورد بتاع حضرتك، مهما يكون نوع السبورة، حضرتك تقدر تحط عليها السوفت وير اللي انا هشتغل بيه دلوقتي، اللي هو السوفت وير بتاع السمارت بورد. انت علشان تشتغل محتاج زي ما احنا شايفين في الصورة كده بروجيكتور وبي سي، ومحتاجة سكرين. السكرين دي في الاخر هو جهاز كمبيوتر حضرتك تقدر تسطب عليها اي نوع سبورة. يعني انا عندي مثلا البروميثيان، هحط برضو عليها السوفت وير بتاع البروميثيان، وهحط عليها السوفت وير بتاع السمارت، ولو عايز احط السوفت وير بتاع الاي كيو بتاع تكتاسي بتاع اي حاجه عادي، مفيش اي مشكله. من احلى السوفت وير، ويمكن ده سبب رئيسي ان السبوره تبقى غاليه، السوفت وير بتاع السمارت بورد او البروميثيوم. هنبدا مع بعض كده اوريكم السوفت وير دوت فيه ايه، وبيحل مشاكل قد ايه وقد كده هو لطيف، واحنا محضرة لحضراتكم نماذج من السبورة اللي عندي. أول حاجة أنا ممكن حتة أنا والناس والطلبة بيعملوا دوشة وفيلم والكلام ده، ممكن أتغاضى عنه إن أنا أول السنة بس أدخل أسامي الطلبة بتوعي في الكلاس، وبعد كده لما أجي أختار وهكذا بتاعي اقدر ادخل اسامي الطلبه اللي عندي او اكتبه عربي او انجليزي زي ما احنا عايزين. اقدر اعمل سيلكت، اقدر ان انا اقول ما يبقاش في ريبيتد او ريبيتد زي ما احنا حابين. دي نماذج انا محضراها للسمارت بورد. برده من ضمن الحاجات اللي ممكن تسمح لك السمارت بورد بيها، او هقول مش السمارت بقى لان انا ما يهمنيش السمارت، هقول لك الانتراكتيف وايت بورد. الانتراكتيف وايت بورد ممكن تعمل الشيت اللي حضرتك بتديه للطلبه، تعمله ازاي؟ تعمله زي من سيربح المليون، فاكرين البرنامج اللطيف ده. هنا برضو انا ممكن ادخل السؤال، والسؤال ده مهما يكون عربي انجليش اي حاجه، وبعد كده اختار الاجابه الصح. يقول لي ها متاكده ولا لا، هقول له لا مش متاكده. يقول لي طيب عايزه ايه، اقول له مثلا نحذف اجابتين، وهكذا. فاحنا بنعمل ايه، الطلبه بتحل وبتكون مستمتعه جدا، وانا هاديه قوي، والدنيا مقسمه الكلاس بتاعي فرقتين او اربع فرقات، وايه، وبيبقى كل هدف الطلبه ان هم يدخلوا ويبقوا مليونير. بس اوعى تفتكر ان انا اعرف اعمل التمبلت ده. التمبلت ده بيبقى فاضي وموجود جوه السوفت وير. حضرتك بتعمل ايه؟ بتعمل اديت بس فيه، وبتكتب الايه؟ السؤال اللي انت عايزه بطريقه لطيفه. من النماذج اللطيفه جدا اللي انا برضو بحب الطلبه بتوعي ان هم يدخلوا بيها الحدوته دي. الحدوته دي بتحكي على ايه؟ ان في ساحره شريره. الساحرة الشريرة دي، الساحرة الشريرة دي هتحول العائلة الملكية إلى أنيمالز، وبعدين كل واحد فيهم بقى يقول لك وحياتي اختارني أنا، اختارني أنا،
وبعد كده حل الأسئلة دي، وبعد ما تحل الأسئلة دي إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن حضرتك هيكون بالنسبة لك هيتحولوا تاني للصورة اللي هي صورة الإيه؟ الهيومن بتاعتنا. حاجات كتير جدا وتولز كتير جدا ومفيدة قوي 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 موجودة جوه السمارت بورد، جوه السوفت وير بتاعك، وفي نفس الوقت حضرتك ممكن تشتغل بيها وانت اوفلاين. يعني انت هنا ممكن طبعا التولز بتاعت الماث تحفة، انك انت تمسك كومبس، ترسم سيركل، تعمل حاجات كتير جدا. الحاجات دي كانت بالنسبة لنا كانت تحدي كبير قوي قوي، واحنا يعني بدون الانتراكتيف وايت بورد، سواء بقى انك انت محتاج كالكوليتر، ساينتفك كالكوليتر، محتاج انك انت تعمل كده، محتاج ستوب ووتش، محتاج حاجات كتير قوي هتلاقيها. الجيمز اللي موجودة تقدر تشتغل بيها. يمكن انا هنا حاطة بس مثلا حاجات ماث اكتر، بس لاني انا ماث تيتشر، لكن مش معنى كده واقدر اخد مثال تاني واقدر ابدا من جديد واقدر اعمل حاجات كتير جدا وانا قاعده جوه الكلاس مستمتعه جدا والدنيا لطيفه والشغل كويس قوي قوي. فطبعا دي من الحاجات اللي انا احب ان حضراتكم تشتغلوا بيها. احنا عندنا بنحارب اصلا ان المدرس يدخل يشتغل بالوايت بورد بالباوربوينت، لانك انت ليه تشتغل باوربوينت؟ ليه توجع قلبك بالباوربوينت؟ انت ما بتعرضش، امال انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل انتراكتيف، انت في تفاعل بينك وبين الطالب. انت مش بتعرض باوربوينت مهما يكون الباوربوينت انت شاطر فيها، انت مش قاعد تدي محاضره، مش بتلقن الولاد. انت محتاج سوفت وير، السوفت وير ده تقدر تشتغل يطلع ويحل ويجاوب ونعمل يعني ناخد الانسر وحاجات كده، يكونوا هم مستمتعين والدنيا ماشيه معاهم بشكل كويس قوي قوي قوي. التولز اللي موجوده حضرتك زي ما انا قلت انك انت تقدر توصل لها وانت معاك وانت مش على الانترنت، يعني الانترنت يكون مقفول، ورغم كده حضرتك تقدر تدخل وتشتغل. بصوا معايا الاكتيفيتي دي. Click where you would like to go. Walk in the woods. Let's help Teddy to find the picnic. Teddy likes to walk forwards and backwards. Funny Teddy. First Teddy needs to find the log. Click on the square that the log is in. Yes, the log is in this square. فإذا كنا إحنا إنه بنكون مستمتعين جدا جدا بالاكتيفيتي، وطبعا الشغل دوت أنا باخده من سنة لسنة ومن كلاس لكلاس، وبعد كده بقدر إن أنا أشتغل بيه، فإزاي إحنا ما نعملش؟ إزاي أنا ما علمهوش إزاي يعمل بالانس؟ إزاي شايفين كل الحاجات دي اقدر اشتغل بيها من اول بري كي جي، كمان مش من اول كي جي لا، وبكل اللغات. 1 اقدر اعمل حاجات كتير جدا. 3 4 5 اوكي، اقدر اشوف ازاي الحرف بيتكتب، اقدر اسمعه، اقدر اكتبه من اول وجديد. فهو قاعد بيتعلم بطريقه حلوه جدا زي ما انا يعني محضره لكم حاجات كتير كده، مش عايزه اضيع الوقت في ان احنا نشوف نماذج معموله. كتاب المدرسه اصلا لا يمكن اشتغل في كتاب المدرسه البي دي اف الا اذا كنت حولته لسمارت بورد. لما يكون الكتاب 200 صفحه انا هحوله برضو سمارت بورد. لما احوله لسمارت بورد هستفيد ايه؟ انا هستفيد ان انا همسك قلم وحل المسألة وأقول له دي صح، لا دي غلط، طيب أحط من هنا، أنا عايزة مثلا أحط بروتراكتور، عايزة أقيس حاجة، عايزة أسجل حاجة، عايزة أعمل أي حاجة، هتلاقيني بمنتهى السهولة أقدر إن أنا جوه الكتاب عملتها وبعدين سيف
بقى في ايدي ملف، خلاص الكتاب خلص، الدنيا بقت كويسة معايا. زي ما انتم شايفين انا بقلب الصفحات من هنا بالمنظر ده، او كمان بقلب الصفحات بتاعتي من هنا. تقولي طيب يعني زي ما انتم شايفين دي مساحة الشغل، بس انا عندي هنا في حاجة اسمها البيج سورتر، دي فيها كل الصفحات اللي انا محضراها علشان اتناقش فيها مع حضراتكم. تقدر تعمل عدد كبير جدا جدا من الصفحات وبعد كده تقفل، بقى عندك الفايل ده. الفايل ده انا عاملاه من زمان جدا، يعني يمكن بالنسبه لي في حاجات بقى لي فتره ما شفتهاش، بس ايه، بس تعالوا نبدا مع بعض كده بالراحه ونشوف قد كده السمارت بورد دي قطعه فنيه. اول لما اجي افتح وعايزه افتح صفحه جديده، عندي هنا اد بيج، هي الشكل اللي عندي، عندي اللي هو الجزء اللي فوق ده، وعندي جزء كمان في الجنب كده، وعندي مساحة الايه الشغل بتاعي، وعندي كمان هنا لو انا مسطبة صح بيبقى عندي حاجة اسمها الدرايفر بتاعي، برضو فيها جزء بتاع الايه السمارت بورد. طيب تعالوا نبدأ مع بعض كده بالراحة. اول حاجة الصفحة اللي انا بدأت بيها السيشن بتاعتي اللي هي كان لونها اخضر دي، انا عملت ايه؟ هي الصفحة فاضية. طيب وبعدين انا مسكت كده في مربع هنا بنزله اوتوماتيك، فالكلام بيظهر ايه واحدة واحدة. تقول لي يعني ايه؟ اقولك لو انت تعرف قد كده الدنيا دي سهلة وبسيطة ولعبت بيها لعبة صغيرة قوي. الموضوع على فكرة مش حاجة صعبة، لا الموضوع فكرة. تقولي يعني ايه الموضوع فكرة؟ اقول لك تعالى كده اوريك حاجة صغيرة خالص وبعدين نبدأ. هو السوفت وير مع البورد تقيل شوية، مع الفيديو يعني تقيل شوية. اوكي مثلا هنا كده انا بدي الابتدائي، فالطلبة عندي بيعملوا حاجة لطيفة قوي. هنا مش راضية تفتح كده، بس تعالوا نشوف كده انا عاملة ايه. انا عاملة هنا، هي هتظهر بس هو النت بس تقيل شوية. عاملة ايه؟ عاملة هات، وبعدين باخد حاجة لونها اخضر احطها على اللون الازرق فمتبانش، وهكذا. تقولي طيب لغاية لما تفتح، تعالي نفتح صفحة جديدة. احنا نفتح صفحة جديدة ونقول صفحة بيضة، دي مساحة الشغل بتاعتي، من هنا أنا أقدر أنزل كده. الصفحة نفسها ما بتنتهيش، يعني حضرتك ممكن تقعد تكتب فيها زي ما أنت عايز، وهنا في لون أزرق كده تقدر تقول له إيه extend الإيه extend الإيه البيج. تقولي طيب الصفحة نفسها أقدر أعمل فيها إيه؟ أقدر من هنا أفتح صفحة جديدة، أو أمسح الحاجة اللي أنا عاملاها، أقدر كمان أعمل من هنا حاجة مهمة أوي. تعالوا نشوف، لأن هي هتهمنا جدا حتى وإحنا أونلاين. أقدر أعمل فول سكرين من هنا، تقولي طيب وبعدين أرجع في المربع اللي هو بيظهر ده عندي، أرجع تاني من فول سكرين. أقدر كمان أقسم الصفحة لجزئين، الصفحة هي ظهرت الصفحة الحمد لله، أقدر أقسم الصفحة لجزئين، جزء هنا أكتب فيه، جزء هنا يبقى فيه الرسمة، يبقى فيه مثلا الرسمة الهندسية ويبقى الأسئلة عليه، يبقى القانون في صفحة والولاد بيحلوا في صفحة تانية، and so on. اللي أنا كنت عايزة أوريه لكم هو إيه؟ يقول لك إيه؟ بص أنا همسك الثري وبعدين أقول إيه؟ جلا جلا، وهنحطها في الهات بتاع الساحر، وبعدين راحت طلعت كام؟ طلعت 5. الموضوع سهل وبسيط، ولو تشوفوا هو معمول ازاي هتضحكوا. انا عاملاها ايه؟ عامله 3 باللون الازرق، فاوتوماتيك لما تيجي على الازرق مش هتظهر، وعامله 5 باللون الاخضر، فاوتوماتيك ولا بقى في طاقيه الساحر ولا جلجلة ولا اي حاجه، لا ده انا عاملاها وايه وبلعب على الجزء ده. فانتوا لازم تعرفوا ان الموضوع فكره، مش موضوع متعب واحنا
شغالين. تقول لي طيب ارجع تاني اقول لا انا عايزاها صفحه واحده، بقت صفحه واحده. طيب هنا تقول لي انا عايزه اعمل ايه، انا عايز كل التولز دي اشتغل بيها بس تبقى الصفحه البيضه دي ترانسبيرنت. يعني ايه؟ يعني تبقى موجوده بس مش ايه، مش شايفينها. تقولي هستفيد ايه؟ اقول لك لا ده احنا هنستفيد قوي. انا هاجي اشرح وانا اونلاين اي حاجه هتبقى السمارت بورد كلها تم اختزالها في البار ده. طب انا هعمل بيها ايه؟ هقول لك امسك القلم واقول لك بص انت شايف الجزء ده بس بيكتب بلون فاتح مش شايفينه، اقول لك نختار اللون اللي احنا عايزينه بالثيكنس اللي احنا عايزينه. تقول لي اوكي اقدر اعمل وافتح كده وبعدين اروح افتح مثلا التيمز وافتح صفحه جديده واعمل كل حاجه، ويبقى كل الايه السمارت بورد يتم اختزالها في الشكل ده. تقول لي انا عايز ارجع للاصل، تقول لك ندوس عليها بقى اللي انا عملته هنا. تقول لي طيب انت مسكتي قلم، اقول لك صح مسكت قلم، يبقى انا عندي اقدر امسك قلم احمر وامسك كده واختار الالوان دي باي ديفولت، هو بيعمل لك الثمانيه دول. تقول لي لا مش عاجبني الالوان، اقول لك ماشي في هنا اختار الكلام ده. تقول لي قليلين قوي، اقول لك في مور، اختار اللي انت عايزه. تقول لي طيب يبقى احنا عرفنا حاجه مهمه قوي، ان انا ممكن امسك قلم بالدرجات اللي انا عايزاها. تعالوا نشوف كده هنا في الجنب، واحد اتنين تلاته اربعه. لما امسك قلم اقدر اختار من هنا عدد لا نهائي من الالوان. يعني ايه؟ يعني اختار شويه دول، او في كلمه مور اختار درجه القلم باللون اللي انا عايزاه. تقول لي طيب وايه كمان؟ اقول لك وممكن اختار درجه محدده. تقول لي بتستفيدي منها ايه؟ اقول لك لو انا حاطه صوره ولا حاجه فاللي بيحصل انا اكون عايزه نفس الدرجه دي، يبقى اخدها من التروبر اللي احنا عاملينه القطار. ممكن اكتب بقلم الثيكنس بتاعه كبير بالمنظر ده. تقول لي وممكن كمان اختار القلم ده يبقى الستايل بتاعه ايه؟ داشز، نقط، زي ما انت عايز تقدر تكتب بالمنظر ده. تقول لي وممكن كمان احدد الاند بوينت، شايفين مربعه كده ولا عامله زي السهم ولا كده؟ الاند بوينت والستارت بوينت، ماشي، واكتب برضو بالايه؟ بالمنظر ده. انا يعني اخترت الاند تبقى كده والستارت تبقى بالمنظر ده. تقول لي ابدا صفحه جديده، اقول لك براحتك ابدا صفحه جديده. تقولي يعني هو ده بس القلم؟ اقول لك انا مقدمه لك ايه دلوقتي؟ اقلام كتير جدا بالوان كتير جدا بثيكنس ببدايه ونهايه بشكل القلم عايزه يكتب مسط، يعني خط مستقيم ولا منقط ولا هكذا. اقول لك طيب بس انا ما قدمتكش كده وبس، انا قدمت لك كمان انواع متعدده من الاقلام. تقولي بتعمل ايه؟ هقول لك تعال نشوف الماجيك بن. تقولي الماجيك بن ده بيعمل ايه؟ اقول لك تعالى نجيب صوره علشان حضرتك تكون شايف احنا بنعمل ايه. ماشي، مسكت قلم وانا هختار الماجيك بن. اقول لك عارف الماجيك بن ده بيعمل ايه؟ تقولي بيعمل ايه؟ اقول لك بيعمل تلات حاجات. ايه التلات حاجات؟ لو رسمت بيهم سيركل، حاجه مدوره كده، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل فوكس على حاجه معينه. بص لما اكون مركزه مثلا بدي الموناليزا، فانا عايزه الصوره تيجي على ايديها بس، على ابتسامتها بس، فانا ايه اقدر ايه اعمل كده. طب ولو رسمت بيها ريكتانجل تقول لي بيعمل ايه؟ اقول لك نشوف، بيعمل زوم على الحته دي، مش فوكس بقى، لا مش بيعمل سبوت، لا بيعمل كده. طيب ولو رسمت بيها اي حاجه بقى؟ تقولي لو رسمت بيها اي حاجه تعال نشوف هيعمل ايه. بعد دقايق او بعد ثواني تقدر تتحكم كمان انت في الحته دي، اللي انت كتبته هيختفي. طب انا هستفيد ايه؟ اقول لك هتستفيد حاجه مهمه جدا،
ان البرزنتيشن بتاعتك هتبقى نظيفه ما فيهاش شغل ولا اي حاجه. انت علمت، الطالب دخل اللي هو كتبه اتراح، وجي طالب تاني انسان، تقول لي طيب ده الماجيك بن. تقول لي وفي كمان نفتح صفحه جديده في حاجه تاني اسمها كرييتيف بن. تقول لي ايه الكرييتيف بن ده؟ اقول لك تعالى نشوف. باي ديفولت هو مقدم لك 8 استامبات، يعني كل ما تعمله كده يعمل استامبه وممكن تاخد شكل تاني وممكن يعمل كده حاجات كتير قوي. تقول لي طيب وبعدين هستفاد منه ايه؟ اقول لك يا ده انا في ثانيه انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل السيت اوف سمايل فيس، او ان انا اخترع لنفسي استامبه. انا مدرسه ماث، مدرسة عربي، فهخلي ايه كل ما ادوس كده بدل ما يعمل لي الفلاور دي يقول لي ايه؟ احسنت، بارك الله فيك. او حاجه لطيفه قوي بنعملها اصلا، اني انا اصور الولاد، وبعد ما اصور الولاد اعمل ايه؟ اربط الطالب سؤاله بصورته. قد كده الحته دي نفسي اعلمها لكل الناس لسبب. لو نفترض ان دي صوره منى مثلا، دي صوره منى، اوكي انا عامله قلم متشكين، اوكي دي صوره منى. تقول لي طب وبعدين؟ انا صورتها وعملت لها انسيرت طبعا ودخلت الصوره عادي، ودي صوره وانا ضعيفه جدا في الحته دي. انا هربط كمدرس الصوره دي بسؤال سهل جدا جدا جدا، وبعدين اوتوماتيك هيحلوا. اول لما يحلوا ايه اللي هيحصل؟ انا هقول له يا حلاوتك يا جمالك، يا خبر انت عرفت بذمتك انت حليته لوحدك؟ لا مش معقول تكون حليته لوحدك. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها الطالب هيبقى كويس، ساعتها الطالب صدقني هياخد ثقه في نفسه وهيبدا يحاول ويقاوح، وتعتمد برضو على قدرتك انك انت اقنعته ان السؤال ده حد جينيس هو اللي يحله. تقول لي طيب تعالي نشوف حاجه تاني. في كمان الهايلايتر، انا مش هتعرض ليه لان احنا عارفين انا ممكن اعمل هايلايت لاي حاجه بالوان، وطبعا ايه عدد لا نهائي من الالوان، عدد لا نهائي من الثيكنس من السمك يعني انسان. في كمان القلم الكريون اللي هو ايه يكتب زي الوان الشمع بتاعت زمان، بحيث انك انت ايه ممكن ترسم ورده والطالب يقعد يشتغل والكلام ده، فطبعا الدنيا بتبقى لطيفة قوي 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 وانت قاعد بتعمل الاقلام. تقول لي مسكتي اقلام، وفي كمان القلم اللي هو بتاع الخط العربي والانجليش اللي هو القلم المشطوف اللي هو الايه القلم ده. تقول لي في حاجة تانية، اقول لك في القلم اللي هو يعرف يعمل ريكوجنيشن للشيب. يعني ايه؟ يعني ياخدك لأقرب شكل هندسي ليك، لو عملت كده يبقى انسان. تقولي مسكت قلم، يبقى انت محتاجه تمسكي ايه؟ اقول لك امسك استيك. تقولي عندي 3 انواع من الاستيك ريزر، اقدر امسح الالام اللي هنا. تقولي طب الله هو ما مسحش الكلام ده، اقول لك عشان هو اعتبره ان هو اوبجكت مش ايه مش بالخطوط اللي احنا عارفينها. تقولي طيب واقدر اعمل ايه كمان؟ اقول لك عندك اشكال شيبس، الشيبس دي تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. هختار ان انا هعمل هارت. تقولي وبعدين؟ اعمل كليك عليه، من هنا تقدر تصغره او تعمل له روتيت، او بما ان في ارو صغير يبقى لازم تعمل ايه؟ تعمل له كده دروب منيو كلون. تقول لي يعني ايه كلون؟ اقول لك دوس شوف كده كلون يعني كلون يعني هياخد نسخه منه. تقول لي طيب وكات وكوبي وبيست وديليت، امال يعني ايه انفينيت كلونر؟ اقول لك كلون يعني واحد. طب انفينيت كلونر؟ تقول لي يعني هو هياخد منه العدد اللي بصوا هنا، هياخد من ده. تعالى كده شايف هنا في علامه كده، لو انتم مش شايفينها كويس، علامه الانفينيت كلونر، ان انا يعني خدت عدد لا نهائي من
النسخ اللي موجودة عندي. تقول لي طيب تعالوا نشوف حاجة تاني، أدوس هنا وبعدين كلونر وبعد كده أعمل إنفينيت كلونر وأعمل لوك وأعمل فلاب. تقول لي يعني إيه فلاب؟ تقول لي يعني أبسايد داون؟ تقول لي آه أبسايد داون. تقول لي طيب يعني أقلبهم، يعني قولي أنت عايزة تقلبيه من فوق لتحت ولا من الشمال لليمين؟ تقول لي لا أنا عايزة أدخل له ساوند. تقول لي أوكي أنت عندك ساوند، يعني دخل الصوت اللي أنت عايزه جاهز. تقول لي أعمل ستار، يعني أدور فين أنا عاملة ملف الصوت وبعدين أدخله هنا. تقول لي آه، أو إن أنا أسجل بصوتي. لما أقول له أسجل بصوتي أنا بقى هقول إيه؟ يعني مثلا هقول قرآن، هقول نص، هقول أي حاجة، وبعد ما أخلص أروح أقول له ستوب ريكوردينج وبعدين أتاتش ريكوردينج. شايفين هنا كده؟ أسجل بصوتي. أنا بقى هقول إيه؟ يعني مثلا هقول قرآن، هقول نص. يبقى أنا كده هنا رغم إنها حاجة صغيرة جدا بس هي حاجة مفيدة قوي. ليه؟ أنا قلت لكم على موضوع الفلاب والأوردر اللي هو برينج تو فرونت، يعني مين يجي الأول ومين يجي الثاني. هوريكم حاجة صغيرة أنا عاملاها مين الأول والثاني، هتعرفوا قد كده هو مفيد قوي. وعرفنا عن ساوند وعرفنا كمان لينك، يعني هتربط الصورة دي بإيه؟ بأي صفحة تانية أو بأي ملف تاني، باوربوينت، أي حاجة حضرتك ايه تقدر تتعامل بيها. تقول لي طيب جميل، وطبعا اقدر اكتب تكست واغير بقى اندرلاين او بولد وايتاليك وكل الكلام اللي احنا عارفينه، واقدر اعمل انسيرت لجدول معينه، واقدر كمان اعمل ايه؟ اعمل زي كده ستاره او سكرين اقدر، بحيث هي عليها اربع ايدين صغيره قوي، مش عارفه هتكون باينه ولا لا، بس هنا في كوره صغيره، في واحده هنا وفي واحده هنا، على اساس ان لو حضرتك عايز تبين لهم الشغل من هنا لهنا او الشغل بالمنظر ده. تقول لي طيب اقول لك كمان، عايزاك تعرف حاجه كويس قوي، ان الجزء ده انت فاكرين في تيمز لما قلت بتفصله على ذوقك، هنا برضو بتفصلوا على ذوقك. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك في السيتنج دي يقول لك انت عايز تتكلم مع التولز، عندك كل التولز دي تقدر تعمل، ولا عايز تتكلم على الاكشن. تقول لي انا مش عارف الكلام اللي بتقوليه ده، اقول لك شوف هو هنا مقسم الجزء ده لمنطقتين، من اول السهم ده لغايه الاكس دي هو مسميها ايه؟ مسميها اكشن. طب لما اجي على التولز يقول لي اي بديل بقت هايلايت، عندك تولز كتير، مين فيه بتستعمله على طول؟ مين انت عايزه؟ مين انسى؟ تقول لي طب اللي انا عايزاها اعمل فيه ايه؟ اقول لك انا عايزه مثلا كلهم انا حطاهم، ماشي انا مش عايزه التكست، اروح شايلاها وحطها هنا بقت شالت، لا انا عايزه القلم ده بكتب بيه على طول، اشيله واحطه. يبقى انت بتعمله ايه حسب ايه احتياج حضرتك. تقول لي طيب يعني ما استمتعتش قوي بالانتراكتيف وايت بورد، اقول لك اجمل ما في الانتراكتيف وايت بورد صفحات البيج سورتر ومساحه الشغل، تقدر تصغرها تقدر تكبرها زي ما انت عايز. تقول لي طيب كل ما اجي اعمل كده تروح هي مختفيه، اقول لك بسيط تعال نشوف، لو انت عايز بالبيج سورتر دي تبقى مفتوحة على طول، شيل الهايد دي، شايفين علامة التشيك دي؟ اروح شايلها، ساعتها هيفضل عندك مهما تشتغل بقى على مساحة الشغل هنا هي موجودة، لكن لو عايزة اقول لها اوتو هايد هروح ايه اعمل لها الموضوع الاوتو هايد. بيج سورتر ده جميل، حلو قوي، تقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي، وتقدر انك انت تستفيد منه بشكل
مفيد. تقول لي طيب هوريك قبل ما اروح حته تانيه، انا هنا لعبه على الاوردر، انا لا بتاعت ان انا اقعد ارسم اعمل اشكال وبتاع والحركات دي، لا انا جبت صوره واحده وليكن الابل دي، ورحت عملت منها انفينيت كلونر، وبعد ما عملت انفينيت كلونر بقى خدت منها كذا واحده كلهم، قلت لهم ايه برينج ات تو فرونت، يعني جيبها لي في يعني اوكي كلهم قلت لهم جيبهم ورق، كل الاجابات دي كلها اجابات غلط، الاجابه الصحيحه فقط هي اللي هتبقى ايه انا عاملاها ولا واحده من دول ما شاء الله انا اللي عاملاها اهي. طيب يبقى انا ايه دي هتبقى الاجابه الصحيحه. انا عامله المثال ده ان هو انت ممكن تكتب هذا وهذه، وممكن تعمل السؤال واجابات كتير، ممكن تعمل حاجات كتير جدا. انا كل اللي انا عاملاه لعبه في الاوردر بس، واحده بس مديها اوردر ايه برينج تو فرونت، والباقي كلهم في الخلفيه. تقول لي طيب خلاص عرفنا البيج سورتر وقد كده هو مفيد ولطيف جدا اند ساوند. اقول لك اجمل ما في السوفت وير، اجمل ما في السوفت وير فعلا هو الجزء ده. تقول لي ايه الجزء ده؟ اقول لك ده الجاليري بتاع المكان. الجاليري عندي فيه 6649 ايتم. تقول لي طب وبعدين؟ اشتغل عليه وانا اشتغل عليه ايه بقى وانا ايه؟ وانا اوف لاين، يعني ادخل الكلاس بتاعي ما عنديش انترنت عادي، سوفت وير متسطب، الجاليري فيه. الجاليري اللي فيه متقسم تقسيمه حلوه قوي، هو مكتوب جاليري اسينشال يعني متطلبات التعليم. تقول لي ايه بقى الكلام ده؟ اقول لك بص متقسم، بتدخل الكلاس، زمان لما كنا بندخل كان يبقى ما عندنا قلم اخضر واحمر واصفر وبتاع ونحس ان احنا مالكين الدنيا. طب لو قلت لك انت داخل الكلاس ومعاك 7000 ايتمز تقريبا، تقول لي اوكي متقسمين الصور، لو محتاجه الصوره دي جاست ان انا بعمل ايه دراج، جاست ان انا بعمل لها دراج. لو محتاجه تقول لي انت عايزاني ادور على 5000 ايتمز، هقول لك في سيرش فوق اهو، اكتب اللي انت عايزه. تقول لي لا انا الصور بصراحه مش عاجباني، اقول لك انت عايز ايه؟ تقول لي وريني، اقول لك هي متقسمه لاربع مناطق، حاجات انتر اكتف ومالتي ميديا. تقول لي يعني ايه؟ يعني حاجات كده بتتحرك. تقول لي طب وريني مثال، اقول لك اوريك المثال الشهير جدا اللي انا بحبه قوي، انك انت هنا لو بنعمل الجهاز وانا اوف لاين، يعني انا بشتغل عليه وانا اوف لاين، انا مدرسه ساينس وانا قاعده كده بقول للطلبه من فضلكم اطلعوا احلوا لي الكلام ده، فهيعمل ايه؟ هيحط بقى اللانكس بتاعته مش عارف ايه المهم انا عملت دراج، الطالب عمل دراج وغلط. اقول له ايه؟ طب اتاكد. ده توفى ومات وزرق، والطالب فعلا بيحس ان هو قتله يعني. طيب وبعدين؟ طالب اول مره الكلام ده، الطالب الثاني هيعمل ريسيت ويطلع هو يجرب. بعد مرتين ثلاثه هتلاقي الدنيا بقت كويسه قوي، وانت بقى شغال ازاي مدرس يقعد يرسم الجهاز الهضمي ولا الجهاز التنفسي ولا بتاع، وينسى ان هو عنده على السوفت وير بتاعه الحاجات معموله جاهزه وانتر اكتف. هو دوت اللي انا بقصده بانتر اكتف، ان الطالب فيه تفاعل، ان الطالب هيطلع يحل ويضحك ويهزر، وبعدين نعمل ريسيت وطالب بعديه يطلع يحل وهكذا. مصر ابا قاتله ما علينا. طيب تقول لي يعني الانتر اكتف ده مات بس ساينس بس؟ اقول لك ابدا، ده في ملفات صوت، ممكن حضرتك اهو تسمع صوت اوكي، في ان هو يقرا الاعداد، في انه يشوف، في انك انت عايز
تو نايس. عايز تعمل اي حاجه، حاجات حلوه كتير قوي، في ملفات فيديو يعني الشكل ده لو انتوا شايفيني شايفين كويس، ملفات فيديو، حاجات جاهزه، انت داخل معاك 7000 ايتمز استعملها. انا ازاي اوجع قلبي ببروتراكتور وانا عندي بمنقله، والمنقله عندي تقدر ترسم وترسم لي انجلز فظيعه وحاجات كده. مش قادره اقول لكم الحاجات قد كده حلوه قوي. الموسيقى تقول لي بس كتير، اقول لك هو من جهه كتير، هي فعلا كتير. طيب وبعدين نرجع نشوف، يقول لي في حاجات كده، نفتح صفحه برضو، حضرتك مطالب انك انت تشوف الحاجات دي وتستمتع بيها وتقعد انت نفسك اكتر من اي حد، هتكون مبسوط قوي. انا عملت هنا بس دراج او دبل كليك عليها، يعني لو عملت دبل كليك عملت دبل كليك، تقول لي اوكي يبقى احنا كده عرفنا ان حاجات كتير قوي قوي قوي. تقول لي طيب دول 7000، اقول لك مش كده وبس، ال 7000 اللي حضرتك بتتكلم عليهم متقسمين، انجلش فوق اهو، انجلش ماث، حتى السبيشال نيد، حتى التكنولوجي، حتى الناس اللي عندهم يعني قدرات خاصه، الماث لوحده والساينس. لو عملت كده ما ينفعش بقى انك انت تبقى مش ماث يعني ماث تيتشر وما تستعملش الحاجات دي. امال تستعمل ايه؟ امال تستعمل ايه؟ انا لما بعدي كده والاقي واحد قاعد يمسك اشارات المرور ويلون على السبوره اللي هي غاليه، اللي اقول منه لله انت بتعمل، انت من كوكب تاني؟ ما الحاجات دي جاهزه. انت ايه اللي يخليك توجع قلبك وترسم، وبعد ما ترسم تعمل كده، وبعدين اشاره المرور حمراء خضراء؟ الحاجات دي جاهزه عندك ومش هتدفع فيها فلوس، والسوفت وير المفروض انك انت بتستلمه من المدرسه، او السوفت وير اللي انا بكلمك عليه دلوقتي ده كمان فري، واللي هو سوفت وير 10 ده فري. طيب في سوفت وير اكتر من كده وافضل من كده بكتير قوي، اقول لك بينزل ترايل فوق ل 90 يوم. 90 يوم يعني 3 شهور، يعني تشتغل تسطبه على جهازك وتعمل بيه الشغل وتعيش حياتك بشكل مميز جدا جدا. تقول لي طيب وبعد كده، اقول لك هو متقسم، واي حاجه بفتحها من المربع اللي فوق ده هي بتتفتح ايه وبتيجي كمان خلفيات وباك جراوند. عايزه صفحه جراف، عايزه جراف بالمنظر ده، عايزه صفحه مسطره. طب لو ده كله ما عجبكش تقدر تعمل ايه؟ امبورت وتدخل الكلام بتاع حضرتك. تقول لي اوكي وفي ايه كمان؟ قال لك listen activity tool kit 2. تقول لي ايه listen activity tool kit 2؟ اقول لك زمان انا لما كنت اجي اعمل لوحه دراسيه كنت اروح لمدرسه الارت واقول لها من فضلك اعملي لي لوحه وزوقيها كده وخليها تبقى جميله، وبعد كده اعملي لي اماكن انا هكتب فيها. تقول لي طيب. انا هقول لك بقى الكلام ده كلام فاضي. لو انا قلت لك لا احنا مش هنشتغل كده، اقول لك ايه رايك بقى، انا هعمل لك ديزاين عمرك ما بتحلم ما حلمتش بيه، والديزاين ده هيبقى انتراكتيف ويغطي كل انواع الاسئله، وحاجات جاهزه وجميله وممتعه وفي حاجات اوتو كوركت والكلام ده. تقول لي في الكلام ده؟ اقول لك اه في الكلام ده. تقول لي فين؟ اقول لك في ليسون اكتيفيتي تول كيت 2، لما تدوس عليها من فوق هتفتح لي تحت كده. ما عندك كمان 800 ايتمز متقسمين وفاضيين بكل انواع الاسئله. تقول لي يعني ايه؟ هقول لك مثال واحد بس، وكلهم 800 بيتحلوا بنفس الطريقه وانت اوف لاين. هنا اجي اعمل ايديت، اجي اعمل ايه؟ اديت، اكتب اللي انت عايزه. انا لو كتبت مثلا هذا وهذه، او اود نمبر وايفن نمبر،
قول لي طيب الاود اللي هم ايه؟ اللي هم 1 و3 و5. طب والايفن نمبر اللي هم ايه؟ من 0 2 خلاص مش ضروري كله بقى بس ايه؟ 4 ماشي و6 و8 واند سو اون. وبعدين اوكي تخيلوا الطالب هيدخل يعمل ايه؟ الطالب هيدخل يقول له 3D هيعمل دراج من على البورد. ايفن نمبر؟ لا يبقى هترجع. طيب هي اود نمبر؟ اه. الطالب هيعملهم ويحفظ الدرس وبعدين ايه يعمل ريسيت. كلهم كل الانواع بتتعمل بنفس الطريقه، تختار الشكل اللي انت عايزه. بصوا ده لطيفه قوي برضه، يا اما تعمل لها دراج يا اما تعمل لها دبل كليك. عارفين اللي هو ايه؟ حذر فذر الكلمه اللي انا مختارها تبقى ايه؟ تقولي انت قلتي كلهم من نوع اه من اديت. اقدر اقول مثلا انا هكتب ايه؟ 90 درجه او لا هكتب رايت. اوكي هكتب رايت انجل رايت. طبعا هو بيكتب عربي وانجليش. تقولي لي ايه؟ فانا هكتب لك ان هي الانجل اللي هي مقدارها 90 درجه ماشي. وبعدين هكتب 60 واحد. وبعدين حذر فذر هي كلمه فيها حروف ايه؟ حروف فيها اي اه صح يبقى في خدت جون. وفي كمان لو طلعت غلط انك انت يخبطك بطماطمايه كده. وفي انك انت حاجات بقى يعني انت تختار كمان بدرجات ولا باسكت بول ولا توميتو زي ما انت ايه ما انت عايز. فطبعا ده اوبشن اكتر من رائع، مش شايله هم الصفحه تخلص وقاعده افتح الصفحات ولو حد سالني في اي حاجه هقول له انت كنت بتسال على انهي صفحه؟ ما هي كل الصفحات بقى موجوده هنا عندي. انت بتسال على انهي صفحه؟ طيب تحب ان انا نرجع ليها تاني؟ مش معلش الصفحه اتمسحت. قضينا طول عمرنا البورد بنكتب ونمسح ونعمل وكده. فطبعا يعني الدنيا هنا بتشتغل بطريقه قويه جدا. طب افرضوا انا اصلا مثلا بكتب بايدي الشمال او البورد مش عارفه اقف من ناحيه دي، البار بتاع الشغل ده من هنا اقدر اجيبه. طيب افرضوا ان انا قصيره والدنيا مش واضحه معايا، خلاص نزل الجزء ده هنا واشتغل عادي. يبقى انت قاعد اللي انت عايزه بتلاقي طلب يلبي بيلبي احتياج ايه حضرتك. تقول لي افتح صفحه جديده واروح بيج سورتر اللي احنا عرفنا ان في امثله وعرفنا اللي هي ليسون اكتيفيتي دي ايه. مش قادره اقول لك ال 800 واحد احلى من بعض ازاي. يعني انا لو عايزه ادي تايمر والتايمر ده هقول للولاد بصوا بعد 10 ثواني تسيبوا لي القلم، تقدروا انك انتوا ايه هم هيكونوا قاعدين يشتغلوا ايه اول لما يسمعوا بوم سيبوا. تقدر تعمل حاجات كتير جدا جدا. يعني مهما احكي لكم هي حاجات لطيفه قد ايه ومفيده قد ايه، وانت بتعملها مره واحده بس في الترم او مره واحده وبعد كده ان شاء الله تبقى تاخدها من ايه من حته لحته. فالدنيا بالنسبه لي ماشيه كويسه قوي. طيب لو انا مثلا في حاجه اصلا انت عايزينها كل مره ادور على ال 8000 ايتمز بتوعك دول، اقول لك لا. لو ده عجب حضرتك في هنا تقول له ايه؟ تقول له add to my content. هو بيحطها لك في فولدر لوحده فوق هنا. هقول له add to my content. تفتح الماي كونتنت تلاقيها ايه موجوده عندك هنا بالمنظر ده. فانت بتحضر حالك وبتعمل كل حاجه وبعد كده الدنيا كل يوم بتضيف وكل يوم بتبقى موجوده عندك الدنيا بسيطه قوي قوي. تقدر كمان تعمل ايه؟ تسجل. اصل انا مش هقعد كل يوم بقى ان شاء الله ارسم نفس الرسمه. اقول له امال انا اعمل ايه؟ انا هرسم مره واحده. تقول لي طيب يلا ارسم. هقول له مثلا عايزه اعلمهم ازاي يرسموا الكيوب، ازاي يرسموا الكيوبويد اند سو اون. اختار لاين سيجمنت وهقول له احنا بنرسم كده وبعدين بنعمل دي وكده وبعدين خلصت
اروح اقول له ايه برضو في البيتش ريكوردنج ستوب ريكورد وبعدين بلاي. اللي انت عملته موجود محفوظ عندك في الملف بتاعك سنه ورا سنه ورا سنه. وانا كنت محضره لكم اصلا في البيج سورتر محضره لكم صوره، يمكن انا مسجلها اهي، مسجلها من 10 سنين ازاي احنا بنرسم الكيوب والطلبه بتتعامل معاها بالمنظر ده. تقول لي اوكي خلاص عرفنا ان هنا في جاليري محترمه متقسمه، اهم حاجه عندي ان يكون عندي ملف احط فيه كل شغلي، اقدر حالي، وعندي جاليري اسينشال اللي هم 8000 ايتمز دول اللي هم متقسمين تقسيمه حلوه جدا بين الصور والانتراكتيف وحاجات كده، وعندي ليسون اكتيفيتي اللي هي زي ما قالت مس منى اللي هو مدرسه الرسم لما كانت بتعمل لنا لوحات، بس دي لوحات فاضيه حضرتك تقدر تحط فيها الاسئله والطلبه بقى تحل ومستمتعه. تقول لي طيب وعرفت كمان ان الحاجات دي اقدر اشتغل بيها اوف لاين، وعرفت ان انا ممكن اختار ان انا اسجل، اختار ان انا بعد كده اغير الخلفيه، اقف هنا كده اختار خلفيه سيت باك جراوند فيل. يقول لي ايه؟ هفتح صفحه جديده عشان هعلمكم حاجه صغيره. او لما اجي كده هروح اعمل ايه؟ سيت باك جراوند فيل. يقول لي انت عايزه ايه؟ اقول له انا عايزه مثلا بسوليد، عايزه اختار ان الخلفيه تبقى اللون ده. تقول لي طيب وبعدين؟ اقول له وعايزه على الخلفيه دي اجي اكتب حاجه، اكتب مثلا منى اهي مثلا اي حاجه، وطبعا الكتابه على البورد حاجه وهميه يعني. وبعد كده تقول لي وهاخد شكل، والشكل ده هختاره كده وهروح احط هنا الشكل ده، وهعمل الفيل بتاعه برضو هختار نفس الدرجه نفس الدرجه. اوكي انا هختار كده معلش، هختار الشكل ده وبعدين هختار الدرجه وهختار نفس الدرجه دي بقى عارفين ايه، وهختار كمان اللاين ستايل نفس الدرجه. خلاص مفيش حاجه موجوده على البورد. طب لا موجود. طب وانا هعمل ايه؟ هبدا ابين الاسم بتاعي واحده واحده. زمان احنا دخلنا السيشن دي وكنا ايه ده، الراجل كان اللي بيدي المحاضره عامل ايه؟ ماسك كده حاطط صباعه على البورد وقاعد يجيبه كده والكلام بيظهر. يا سلام احنا كنا فاكرين الدنيا فظيعه، احنا هنعمل كده؟ طلع من الموضوع يعني انت لابس تي شيرت احمر وحاطط قطعه فوقيه حمراء فمش باين اللي في النص، فايه لاني اللونين بنفس الايه؟ بنفس الدرجه. فطبعا يعني الشغل بالمنظر ده كويس قوي قوي قوي، وانك انت تعمل اكتيفيتي وانك انت تعيش حياتك. ويعني مهما اقول لكم هو السوفت وير كويس قد ايه، انك انت من هنا تسجل السيشن. انا كنت سجلت الصفحه بس انت عايز تقدر تسجل السيشن كلها. تسجيل السيشن ده يقول لك انت عايز تسجل ايه؟ تسجل حته صغيره، يعني تسجل اريا ولا ويندو كامله ولا الديسك توب، تقدر تسجل وتعيش حياتك وانت بتسجل عادي حتى لو السمارت بورد مقفوله. فطبعا ده بيبقى مفيد جدا جدا واحنا بندي محاضره او اي حاجه، ان احنا يبقى عندنا تولز ثانيه نسجل بيها بدل التولز مثلا بتاع تيمز او على كامتازيا عن سعر. تقول لي طب هو انت عايزاني نقعد نشتغل كده؟ انت مش عارفه ان احنا مش فاضيين؟ اقول لك فعلا عارفه ان انتم مش فاضيين، وعارفه ان احنا نعمل نعمل الدروس حاجه صعبه. اقول لك بس انا عايزاك تعرف السوفت وير، وبعد كده اقول لك لا بعد كده بقى الموضوع تاني. بعد كده هو الموقع، يعني انا فتحت الانترنت وكتبت لكم الموقع ده اللي هو اسمه exchange.smartboard. تقول لي طب وده بيعمل ايه؟ اقول لك هنا بس النت وحش متقسم
تقسم لمواد. لو أنا اخترت الماث، ده الموقع أصلا عليه دروس جاهزة فظيعة فظيعة، تقول لي معمولة حلو جدا، هقول لك إن أنا مدرسة ماث فعايزة أدور على درس اسمه أديشن جمع، يقول لي أنت عايزة لأنهي مراحل؟ ممكن أقول له لكل الجريدز، وممكن أقول له أنا عايزة الجريد 1 وجريد 2 وجريد 3 ماشي. يقول لي عايزة لأنهي بلاد؟ أقدر أختار طبعا حاجات كندا حلوة جدا، حاجات أمريكا، حاجات أختار البلاد اللي إيه؟ اللي تعجبني. أوكي؟ طبعا نقول بلاد العربية عاملة شغل حلو وإحنا عاملين شغل حلو والكلام ده. أجي أختار مجموعة البلاد اللي أنا عايزة أشوف بيها الجزئية دي، ده درس موجود في الماث، موجود في الرياضة، وبعدين أقول له جو. أنا كده بدور على درس، يقول لي عندك 4204 درس معمولين، تقدر تعمل لهم داونلود أو تقدر تعمل لهم بريفيو. أنا في الأول كنت بعمل إيه؟ الدرس اللي شكله يعجبني أقول له يلا داونلود، أو المفروض إنك أنت بقى علشان ما تعملش زي الدنيا تبقى زحمة تشوفه الأول، لو عجب حضرتك اعمل له داونلود، لو ما عجبش حضرتك اتفرج على حاجة غير، وبعدين روح لنيكست نيكست نيكست، لا أنا عايز أعمل له داونلود. تقول لي اعمل داونلود لخمسة ستة. طيب وبعد ما تعمل داونلود لخمسة ستة، فتح أهو سمارت نوت بوك 11 في 17 تقريبا و19 وحاجات كده يعني. تقول لي بعد ما يفتح السوفت وير ده، اقول لك انا كده فاتحه كام واحد؟ فاتحه واحد اثنين، اقدر كمان افتح سمارت بورد جديده. تقول لي انت عايزه تعملي ايه؟ اقول لك انا عايزه اجمع، عارفين من كل فيلم اغنيه؟ انا نزلت 10 دروس، الصفحه دي في الدرس الاول عجباني، والصفحه دي في الدرس الثاني عجباني، والصفحه دي. تقول لي افتح واحد فاضي خالص، فاضيه خالص يعني، افتح صفحة فاضية خالص وبعدين أقول لكم نعمل. شايفين هي دلوقتي إيه؟ الاثنين دول موجودين، أقول أنهي واحدة اللي عجباك؟ شايفين الدرس اللي نزل؟ وعلى فكرة نزل بيتعمل له إيديت، يعني هو مش نزل كصورة، هو نزل تقدر تغير وتقدر تعمل كل حاجة فيه. أقول الصفحة دي عجباني، أقول لك عندك تو أوبشن، شايفين الماوس وقفت عليها وكده، دي صفحة في إيدي أهي، انزل واجي هنا اسيبها بقت موجوده، وافتح صفحه جديده. اوكي افتح صفحه جديده من هنا، برضو ممكن اعمل ايه؟ اروح بقى على الفايل بتاعي، اقول كانت بتتكلم في حاجه عجباني، اقول لا تقول لي مثلا دي، روح واقفه واخداها ونازله. يبقى حضرتك تعمل ايه؟ حضرتك اعرف السوفت وير واعرف الامكانيات بتاعته، وبعدين وبعد كده اتعلم المواقع بتاعته. يعني السمارت بورد بنفسكم شفتوا درس واحد جبت منه 4200، الموقع بتاع البروميثيان نفس الاعداد واكتر. يعني انت ممكن تقول الدرس ده حلو هنا والدرس ده حلو هنا وهكذا، وتعيش حياتك وانت شغال بالجزء اللي انت عايزه. الموقع مفيد، انت على فكره انا داخله اهو مش من دون ما اعمل ساين ان، رغم ان الساين ان بتاعه ساين اب بتاعه فري، تقدر انك انت تاخد من عليه تدريب وتوصل للكوميونتي وتقدر تعمل حاجات كتير جدا، تقدر شير ريسورسز، وده دورنا على فكره. يعني ايه؟ يعني انك انت لازم تعمل شغل، احنا عندنا مدرسين لغه عربيه عاملين شغل حلو جدا عليه مصريين. ومن هنا كمان انت ممكن تروح الموقع ده وتقول انت عايز تروح لمين؟ لافريكا، الميدل ايست، كده اختار البلد اللي انت عايز ايه تبقى الواجهه بتاعتك بتتكلم بيها او بتترجم. فهرجع تاني أأكد عشان في أنواع كتير جدا من السمارت بورد،
السوفت وير ده فري، السوفت وير ده ممكن تسطبه على اي سمارت بتاعتك مهما يكون نوعها، تكون غاليه او رخيصه او صيني او، وبرضه في مصر على فكره عاملين حاجات حلوه كتير جدا. انا يعني السوفت وير بحبه قوي، ولو قعدت انطلق مش هخلص، بس كنت يعني هسيب الخمس دقايق دول علشان ارجع لو في اي حد عايز اي سؤال انا هكون معاك. ممكن اسطب السوفت وير على الجهاز؟ طبعا. انا على فكره الجهاز اللي انا شغاله عليه ده مش جهاز وهم يعني، ده جهاز تعبان يعني، بس ما تقولوش لحد. بس في نفس الوقت انت بتاخد السوفت وير وتسطبه وتعمل الشغل بتاعك. في حاجه مهمه جدا جدا انها ساقطه. بصوا، من كلمه فايل انتوا ممكن تعملوا ايه؟ انتوا ممكن تعملوا امبورت. امبورت لايه؟ يعني انت هنا امبورت لتدخل السوفت وير، تدخل باوربوينت، بي دي اف، وورد، تدخله تحوله سمارت. تقول لي طيب ما انا هقعد اشتغل واوجع قلبي ومش كل الناس عندها السوفت وير بتاع السمارت بورد، احنا نتصرف ازاي ونتعامل ازاي؟ اقول لك ما يهمكش، اشتغل الشغل اللي انت عايزه، وبعد ما تشتغل الشغل اللي انت عايزه اعمل ايه؟ قول له اكسبورت. يقول لك انت عايز تعمل له اكسبورت ايه؟ يعني هو هنا في الفايل انا هاجي اروح اعمل له اكسبورت. لما اقول له اكسبورت يقول لي انت عايزه تعمليها ايه؟ ايمج، يعني كل واحده بقى يحولها لك لصوره كده في فولدر، ولا عايزه تعملي لها تحوليه لبي دي اف، لباوربوينت او لبي دي اف او سي اف اف، مش عارفه يعني ايه. طيب وال 10,000 ايتمز اللي احنا قلنا عليهم، لو ما عجبكش انت تقدر تعمل لهم امبورت من بره. يعني انا بشتغل على مش عايزه الصوره دي، انا عايزه اللي هو الشكل الجرافيك تاني اللي لونه اورنج مثلا. طب ما فيش مشاكل، اعمل له امبورت ودخله. لو هو ليك اي احتياج فيها. طيب هرجع للاسئله. مس شيرين، لو في اي حد عنده سؤال من فضلك ممكن تقولوا لي. هو في حد كان بيسال سؤال مهم، بيقول ينفع نشارك مع الطلبه عن وسائل التعلم؟ بصي هقول لك على حاجه، ينفع نشاركه مع الطلبه؟ ينفع نشاركه مع الطلبه، لان السوفت وير دوت انا خدته فري، فما فيش اي مشكله ان الطلبه تسطب على اجهزتها السوفت وير وبعدين تشتغل بيه، او حضرتك تحوله لها الى باوربوينت. في مواقع كمان، يعني احنا عندنا القلم اس. القلم اس في اوبشن انك انت تقدر تفتح الفايل بتاع السمارت بورد حتى لو ما عندكش السوفت وير نفسه. اوكي، بس الاوبشن ده بيجي ازاي من على القلم اس انا مش عارفه. شكرا يا مس منى، اشكرك شكرا جزيلا. وطبعا ان شاء الله التسجيل بتاع المحاضره هيكون في نفس لينك التسجيل بتاعنا، لينك المحاضرة نفسه هتلاقوا التسجيل بتاع السيشن بتاعتي. شكرا، وان شاء الله نتقابل مع بعض في السيشن الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.